في هذه المحاضرة راح نشرح تطبيق ثاني لاستخدام الـ Extended Euclidean Algorithm في مجال الـ Number Theory أو نظرية الأعداد. التطبيق هذا حنشرح به كيفية استخدام هذه الـ Algorithm لحساب الـ Linear Combination of Two Numbers. شلون أحسب الـ Linear Combination بين رقمين؟ على افتراض أنه أني الرقمين كانوا A و B، فكيفية إيجاد linear combination أي كيفية إيجاد الكوفيشنت لهذه المعادلة اللي هي AX زائد BY يساوينا GCD of الـ A والـ B. فإذا كان الرقمين هي الـ A والـ B، linear combination مالتها هي إيجاد قيمة الـ X والـ Y وإيجاد العامل المشترك الأكبر ما بين هذول الرقمين اللي هما الـ A والـ B. حنحسب أو نشرح هذه الطريقة من خلال المثال الآتي. إذا افترضنا أنه الرقمين اللي إحنا نريد نحسب لهم linear combination هم الرقم الأول 65، أوكي، هنا الـ M 65 اللي يمثل لي الـ A، والرقم الثاني 40 الـ N 40 اللي يمثل لي الـ B. طيب، باستخدام الـ Extended Euclidean Theory راح أحاول أعبر عن الرقم الكبير بدلالة الرقم الصغير، فأحط الـ 65 على الطرف الأيسر وأعبر عنه باستخدام الـ 40، فأقول الـ 65 جايني من 40 في 1 زائد الـ 25. طبعا الـ 25 حيمثل هذا العمود، هو الريميندر باقي من عملية القسمة. هنا الـ Divisor، هذا العمود يمثل الـ Divisor أو المود مالتي، وهذا العمود الأول حيمثل لي الـ quotients اللي هو ناتج القسمة. طيب، بهذه الطريقة أنا طبعا راح أكررها عدة مرات إلى أن أوصل إلى المعادلة اللي بيها الباقي يساوي لنا صفر، وبالتالي أنا حسبت الـ GCD بين هذول الرقمين اللي هو 65 والـ40. نشوف بالطريقة الآتية: 65 نعبر عنها بدلالة الـ40 في 1 زائد 25. راح نجي هسه الديفايزر مالتنا هو حيكون الرقم اللي حعبر عنه بدلالة الريميندر السابق. الـ40 جايني من 25 في 1 زائد الـ15، بعدين الـ25 جايني من 15 في 1 زائد الـ10، والـ15 جايتني من 10 في 1 زائد الـ5، وأخيرا الـ10 جايتني من 5 في 2 زائد 0، ما عدنا باقي. أوكي، فبهذه الحالة لما حصلت على الصيغة اللي بيها الـ remainder أو باقي القسمة يساوي لنا صفر، فمعناته الـ divisor مالتي هو هذا يمثل linear الـ GCD أو العامل المشترك الأكبر ما بين هذول الرقمين اللي هما الـ 65 والـ 40. طلعت لنا الـ5، الـ GCD طلع لنا الـ5، فإذا الطرف الأيمن من المعادلة هذا وجدناه. هسه بهذه الطريقة كملنا أول جزء. هسه الجزء الثاني، شلون أحسب الـ X، قيمة الـ X وقيمة الـ Y. راح أستخدم نفس الخطوات اللي حسبتها هنا بالـ Euclidean Algorithm لكن بطريقة معكوسة، معكوسة بالحساب ومعكوسة بالتسلسل. أبدي من المعادلة رقم 4 وإلى أن أصعد وأوصل إلى المعادلة رقم 1 بهذا الشكل. الـ GCD مالتنا اللي هو الـ5 اللي راح أجيبه من هذه المعادلة، راح أعبر عنه بدلالة الـ5 من هذه المعادلة. شلون أعبر عنه؟ أكتبه بدلالة الـ15 والـ10، جايني من 15 ناقص 10 في 1 يعني ناقص 10، فحكتبه بهذه الصيغة 15 ناقص 10، من جبته من المعادلة رقم 4. بعدين أصعد على المعادلة رقم 3، أشوف أنه أنا أقدر أعبر عن الـ10 بدلالة الـ25 والـ15، فهنا الـ15 يبقى مثل ما هو، وأفتح الـ10 أكتبها بدلالة الـ25 ناقص الـ15. طيب، هنا صارت عندي أقواس، شو راح أسوي؟ راح أفتح القوس وبعدين أجمع معاملات الـ15 والـ25. هنا أضرب الناقص في الـ25 والناقص في الناقص يطلع لي زائد 15، فمعاملات الـ15 يعني الأرقام الموجودة بالـ15 أجمعها. هنا الـ15 مضروب في الـ1، وهنا الـ15 أيضا مضروب في الـ1، يعني معناتها 1 زائد 1 2، فـ2 في 15 عندي الـ25 فقط مضروبة في ناقص 1، فالمعامل الـ25 هو ناقص 1. طيب، ثاني كملت المعادلة رقم 4 3 و4، وصلت معادلة رقم 2 اللي هي أعبر عن الـ15 بدلالة الـ40 والـ25. طيب، هنا راح أنزل هذه المعادلة مثل ما هي فقط لـ15، أوكي، أفتحها بدلالة المعادلة رقم 2،
فأقول 2 في ال15 قلنا منين جايتني؟ من 40 ناقص 25. 40 ناقص 25 ناقص 25 أنزلها مثل ما هي. أيضا هسه شو أسوي؟ أتخلص من الأقواس، أضرب 2 في ال40 وعندنا 2 في ناقص 25. أوكي، فهنا إيش راح نسوي بعد أن تخلصنا من الأقواس؟ أجمع معاملات ال40، ال40 عندها فقط معامل واحد اللي هو 2، ال25 هي ناقص معاملاتها ناقص 2 وناقص 1 يعني ناقص 3. فإذا لحد هذه المعادلة أنا عندنا هنا صارت عندنا رقم من 40 معاملها 2 وال25 معاملها 3. نجي على بقت لنا المعادلة رقم 1 اللي هي ال25، أفتحها بدلالة ال65 ناقص 40. فإذا هذا الجزء ينزل نفس ما هو 2 في 40 ناقص 3، أيضا نفس ما هو ينزل، فقط ال25 أفتحها بدلالة المعادلة رقم 1 اللي هي ال65 ناقص 40. أتخلص من الأقواس، هنا راح ينضرب الرقم الأول في ناقص 3 والرقم الثاني في ناقص 3 حيصير زائد 3 في 40. نجمع معاملات ال40، هنا 2 وهنا زائد 3 حيصير 5 في 40، ومعاملات ال65 هي ناقص 3. فإذا عبرنا عن ال65 وال40 بدلالة الكوفيشنت مالتهم. حصير هنا الرقم الأول اللي قلنا عليه ال65 مالته الإكس والكوفيشنت مالته هو ناقص 3، جبناه من هذه المعادلة. أوكي، وال40 الكوفيشنت مالتها 5. ال40 هذه الكوفيشنت مالتها 5، فقيمة الإكس هي ناقص 3 والواي مالتي 5، يساوي لنا الجي سي دي بين الأي والبي اللي حسبناه هنا سابقا اللي هو 5. وبهذه الطريقة عبرت عن linear combination between two numbers باستخدام extended Euclidean theory. طيب، أكو أيضا تطبيق ثالث لهذه النظرية المهمة جدا، اللي هو كيفية إيجاد المالتيبليكاتيف إنفيرس لعدد معين. كيفية إيجاد المالتيبليكاتيف إنفيرس لعدد معين ضمن مود N. راح نشرح التطبيق هذا باستخدام المثال الآتي: Find multiplicative inverse of 211 mod 101. طيب، كيفية إيجاد معكوس الرقم، المعكوس الضربي لرقم معين تحت مود معين قلنا، اللي المفروض أنه إحنا نحققه باستخدام التعريف المودلر أو المالتيبليكاتيف انفيرس، اللي هو أنه يا رقم نضربه بال 211 وناخذ له المود 101 يطلع لي الناتج مالته 1. أيضا راح أحسب المودلر انفيرس باستخدام هذه الثيوري المهمة. طيب، راح أعبر عن الرقم بدلالة المود مالته، بدلالة ال 101. فشوفوا هنا أنا 211 جايني من 101 في 2 زائد 9. هسه ال 101 جايني من 9 في 11 زائد 2، التسعة طبعا جبتها من الخطوة السابقة. هسه التسعة ماتي أعبر عنها بدلالة الاثنين، أقول 9 جايتني من 2 في 4 زائد 1. طيب، من نوصل إلى معادلة الباقي مالتها يساوي لنا 1، هذا الشرط أساسي يدل لنا أنه هذا الرقم إله inverse بالمود 101. إذا ما حصلت الباقي يساوي لنا 1، فمعناتها أوقف لحد هذه الخطوة وأقول أنه هذا الرقم ما إله multiplicative inverse بالمود 101. طيب، بما أنه أنا حصلت على معادلة بها الباقي مالتها يساوي لنا 1، فإذا أستمر وأوجد multiplicative inverse لهذا العدد. تحصلت أو حصلت تحقق أو الشرط الأول. هسه شو راح نشتغل؟ حنشتغل باكورد، أبدي من آخر معادلة اللي هي أبدي بها من الواحد وأصعد للمعادلة الأولى. الواحد هنا أنا أكتبه بدلالة التسعة ناقص 4 في 2 مثل ما موجود قدامكم. بعدين هسه شفتح التسعة لو الأربعة لو الاثنين، أجي أصعد على المعادلة الثانية أشوف الاثنين. إذا أفتح الاثنين وأقول الاثنين جايتني من 101 ناقص 11 في 9، فأنزل التسعة ناقص 4 مثل ما هي وأفتح الاثنين. الاثنين مثل ما قلنا من 101 ناقص 11 في 9. أتخلص من الأقواس، أضرب الناقص 4 بالرقم الأول والناقص 4 بالناقص 11. هنا راح يطلع ناقص 4 في 101 وناقص 4 في ناقص 11 حصير زائد 44. نجمع معاملات التسعة، هنا التسعة مضروبة أول شيء في 1 وهنا مضروبة في 44، يعني نجمع الواحد ويا 44 يصير 45 في 9،
وعندنا المية واحد المعامل مالتها فقط ناقص أربعة مثل ما موجودة قدامكم. طيب هسه ياهم هذول الأرقام نفتحها، نرجع على المعادلة وين وصلنا الأولى اللي هي التسعة، فنفتح التسعة نقول التسعة جاية من 211 ناقص 2 في 101، فال45 ننزلها، التسعة نعبر عنها قلنا بصيغة المعادلة الأولى، وننزل الجزء الثاني اللي هو ناقص 4 في 101. بعد أن نبسط المعادلة طلعت لنا هذه الصيغة الآتية، 45 في 211 ناقص 94 في 101. إذن راح نكتب المعادلة بدلالة الطرف الأيمن والأيسر مالتها، الطرف الأيسر حيساوي لنا هنا 1 يساوي لنا الطرف الأيمن هو هذا راح نجيبه. فقط الخطوة الأخيرة راح ناخذ المود مالتنا، قلنا المود مالتنا هو من هو 101 للطرفين، حناخذ هنا هذه 1 مود 101، هذا الجزء أيضا ناخذ للمود 45 في 211 مود 101، وعندنا هذا الجزء أيضا ناخذ للمود اللي هو ناقص 94 في 101 ناخذ لمود 101. هسه أوكي نحسب المود، هنا 1 مود 101 هو نفسه، عندنا 45 في 211 مود 101 راح ننزله مثل ما هو، هذا الجزء ناقصا 94 في 101 مود 101 الناتج مالته صفر، فلهذا ما كتبته، فراح يروح هذا الطرف. ليش؟ لان انت تضربوا الكم 200 وقسموها على ال 101 حيكون الباقي صفر، فاذا هذا الطرف راح يروح. اوكي حيبقى لنا فقط هذه الصيغة، هذا حقق لنا التعريف مال موديل الانفيرس. الميتين ودعش إذا ضربته في 45 وأخذت له المود 101 للناتج راح يطلع الناتج النهائي هو 1، فمعناتها 45 هو الموديل الانفيرس للميتين ودعش بالمود 101. هذه عندنا الموديل الانفيرس للميتين ودعش مود 101 طلع لنا 4 من هذا التعريف. حتى أتحقق من الحل أقول إذا ضربت ال 211 في ال 45 حيساوي لنا 1 إذا أخذت له بعد أن أخذ له المود 101. طيب إذا كتبت ال 45 هنا بدلات هاي المعادلة، قلنا أول شيء أحتاج إذا أردت أتخلص من المود أكتبها بهذه الصيغة، أكتب 1 زائد مود 101 هو كي في 101. أوكي الكي قلنا هو أي عدد انتجر، أي عدد صحيح ممكن أعوض عنه بأي عدد صحيح. طيب هنا خلصت عن من المود من هذا الطرف، كتبته بدلالة الواحد زائد كي في 101، تبقى شنو حتى أبقي 45 أقسم الطرفين على 211، فقسمت هذا الطرف على 211 راحت 211، وقسمت هذا الطرف أيضا على 211. هسه شو أقول؟ أقول شنو قيمة الكي اللي تخلي لي هذا الطرف الأيمن يساوي لنا الطرف الأيسر؟ قيمة كي هي 94. إذا ضربنا ال 94 في 101 وجمعناها ويا الواحد وقسمناها على 211 حيطلع لنا الناتج 45، وهذا الكي منين جبناه أيضا؟ شوفوا هنا 101 في ال 94، فهذا هو التحقق من الناتج مالتنا. مثال ثاني أيضا شوفوا هنا الفرق بين المثال الأول والثاني، find multiplicative inverse of 43 mod 600. هنا الرقم اللي يريدنا نوجد للمود الانفيرس هو اصغر من المود، فراح اكتب المود بدلاله الرقم لانه انا اعبر عن الكبير بدلاله الصغير، فاقول 600 يساوي لنا 43 اضربها في 15 زائدا الباقي 15 يطلع لنا 600، وهكذا يعني استمر بخطوات الاوكليديان ثيوري الى ان اوصل الى الباقي واحد، اقول اذا هذا الرقم الى مود الانفيرس، وبعدين اكتب هذه المعادلات بطريقه معكوسه من أسفل إلى الأعلى، والطرف آخر طرف بجهة اليمين حيكون هو هذا الطرف المعادلة الأيسر، وأكتب بدلالة بقية العناصر بكل معادلة، حوصل إلى هذه النتيجة الأخيرة 307 في 43 ناقص 20 في 600، أخذ المود للطرفين، هذا هنا هذا الطرف يساوي 1 مود 600، حيساوي أن هذا الجزء مود 600 ناقصا الجزء الثاني مود 600، عندنا هذه نتيجة الواحد مود 600 هو 1، هذا الطرف راح ننزله مثل ما هو، وعندنا الطرف الثاني أيضا حيكون النتيجة مالته صفر فيهمل،
فمن هذه الصيغة حنعرف أنه الموديل الانفيرس للثلاثة وأربعين بالمود 600 هو 307. حتى نتأكد نضرب 343 في 307 وناخذ لها المود 600، حيطلع الناتج 1.